إذن كما تتبعتم تمت اليوم عملية إتلاف كمية مهمة من المخدرات التي سبق وأن تم حجزها من طرف الشرطة والدرك الملكي ومصالح إدارة الجمارك. هذه العملية التي همت إتلاف كمية مهمة تقدر حوالي 4 أطنان من مخدر الشيرة، حوالي 62,282 قرص مهلوس، كذلك حوالي 4 أطنان من مخدر الكيف سنابيل، وحوالي 68 كيلوغرام من مخدر الكوكايين. هذه العملية، عملية إتلاف المخدرات، تمت بإشراف لجنة تترأسها النيابة العامة لدى ابتدائية طنجة، وبحضور مصالح إدارة الجمارك والشرطة والدرك الملكي وممثل عن السلطة المحلية والوقاية المدنية. هذه العملية تمت في ظروف عادية طبقا للقانون ووفقا للمساطر الجاري بها العمل في هذا الإطار. تحت الإشراف الفعلي النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، وبحضور لجنة أمنية مكونة من إدارة الجمارك، الدرك، الشرطة، السلطات المحلية، الوقاية المدنية، وممثل عن وزارة الصحة، تمت وفي ظروف جد عادية عملية إتلاف كمية جد مهمة من المخدرات بمختلف أنواعها ومشتقاتها. وهذه المخدرات المتلفة قد تم حجزها سابقا من طرف السلطات الأمنية في إطار محاربتها لجريمة ترويج واستهلاك هذا المخدر، وقد بلغت كمية هذه المخدرات المتلفة ما يفوق 4.5 طن من مخدري الشيرة والكيف سنابيل، و 62,282 وحدة من الأقراص المهلوسة، و 338 غرام من الهيروين، وقرابة 68 كيلو ونصف من مسحوق الكوكايين. وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه المخدرات المتلفة ما يفوق 11 مليار و380 مليون درهم.